السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين المدرب تاع أوغندا يحضر مفاجأة للمشرف، يعني فوق ملعب جابوما. شو رايك نقول لكم؟ روح هذه أوغندا اللي بيتخلعكم، عندها الدو الطلوة تاعهم الديقات اللي يديرهم، يعني كنت لقود اللعبة تاعنا يكونوا ملاح ويكون عندنا مدرب مليح ويحط خطة مليحة. اللاك شو ما عندهمش ديفونس، ما عندهم ديفونس، ما عندهم ميليو تيرا، عندهم عندهم الأونس تاعهم برك، هذا مكان عندهم لعاب واحد تاكلين عليه الأونس تاعهم برك، هذا مكان ما عندهمش إيكيب، ما عندهمش ما عندهمش. روحوا تفرجوا كون تنزانيا كيفاش ربحوا تنزانيا، ولا عاودوا تفرجوا تنزانيا مين ربحت أوغندا في أوغندا، روحوا شوفوا تشوفوا تصحكوا شوفوا شوفوا أوغندا مع النيجر يوم كاشا ما كاشا اللي باقي مخلوع كيما هذه النيجر. يعني على ما بغيت بنادم ما يهدرش عليها بزاف، مع النيجر تهدر، مع النيجر تهدر تونس وما غاديش نهدر تونس تايك تايلبو نشوف بارتيا ونهدر تونس بعينك ما 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 غادي يسيو صايد. بصح انا كي تهضر لي على كي سموها على اوغندا، عيب اوغندا دير لها حسابات، عيب عيب والله لا عيب، عيب اوغندا نديرو لها حسابات. لو كان جا عندنا مدرب راه تاكل تاكل على اللمسه تاعو يربح اوغندا بزراني يربحهم، يلعب الرباعي تاع تاع الياسما يلعب بجدد يعني والله ويربح يربح يربح. انا نقولكم يا ودي كيما هكا اوغندا الا ما ماركلهاش ربعه حنا ماشي ايكيب، كوما نربحوهاش 4-0 مكاش حصه تدريبيه على بالك حنايا وين راهي مليحه معنا، وين راهي مليحه حنا الامور راهي تمشي معنا مليحه. حنا تما لي ماتش اللي طحنا معاهم كاع مباريات وديه لا بغات تكون رسميه، بصح شوف امام اوغندا امام تنزانيا مباراه وديه امام اوغندا باش ردينا بها زعما شويه مورال باش نربح، زيد تنزانيا لعبنا مباراة ودية، زيد لعبنا أمام نيجر ألي روتور مباراة ودية، وغادي نلعبو أمام أوغندا مباراة ودية، والله لا مباريات ودية هذه تحضيرية لكأس كأس إفريقيا. أنا نقول لكم مكاشية، تا كي تشوف البنين كي تشوف بوركينا فاسو تشوف هذيك اللي لعبت كونت نيجيريا تشوف اللي لعبت كونت الكاميرون ربحت دارت ماتش نيل مع الكاميرون في بلادها وربحتها في ربحتها برا، يعني تجي تقول الحمد لله يا ربي يا ما كاش. تشوف تشوف المالي تتلاقى مع المالي تربحك، المالي كون لعبوا لنا نهار نهار اللي لعبنا كونت نيجر النيجر لعبوا لنا المالي كرون كومبلي يربحونا نورمال يربحونا بالاداء والنتيجه. يا اوغندا مكاش اوغندا مكاش، انا مانيش عارف كيفاش الناس يقول لك اوغندا وجماعة كيما شفت انا واحد المخنث قال لهم هاك قال لهم جماعه ما تغلطوش اوغندا راه منتخب قوي الناس ما يغلطوكمش. يا ودي مكاش كاع اوغندا تاعك اوغندا الرب العالي. وقال المدرب منتخب اوغندا السربي يعني الملقب بميتشو إنه يتمنى نجاح خليط لاعبين كهول وشبان الذين أعدت لتحقيق الفوز في مواجهة المنتخب الجزائري في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. يوم كاشي ما إحنا أوغندا والله يعني. والله تشوف إلا كاش بدلوا إيكيب جابوا البرازيل بالك، إلا جابوا اللعابة تاع الأرجنتين بيلعبوا لنا حاجة أخرى، بصح اللي لعبوا في مارس امام تنزانيا تما الى غبنونا والله لا عيب والله العظيم. والتي سيحتضنها يعني الكوب دافريك التي سيحتضنها كوت ديفوار العام المقبل، وهي مباراه المقرر اقامتها يوم 18 جوان على الملعب جابوما في مدينه دوالا في الكاميرون. وقال المدرب المنتخب اوغندا إن تحقيق الفوز على المنتخب الجزائري الذي يضم في تشكيلته محرز وبالرحمة سيكون إنجاز كبير بالنسبة له كمدرب وفريقه الذي وصفه بالمتواضع في الوقت الحالي مقارنة بالمنتخب الجزائري. ديزونترينر كبار الناس اللي يعرفوا مش يساوين واحد كيما بالرحمة
وحنا عندنا لهنا قال لك بالرحمه مازال ما ارتقاش المستوى. بالرحمه المستوى اللي يلعب فيه ولا يلعب فيه، انت كمدرب وكلاعب عمرك ما وصلته. الالقاب اللقب اللي عند بالرحمه الالقاب اللي راه عند احسن هدف يعني قوي في البريمير ليغ، والداي تاع المؤتمر انت ما كنت لاعب، كنت احسن هداف، ما ديت شامبيون، ما ديت والو، لعبت كره قدم وصحيح هذا وكان. حيث قال التقني السربي في تصريح خاص بها صاحبة ديال يعني ميل المحليه، الاثنين سيكون يعني يوم الاثنين يعني سيكون من الصعب الاطاحه بمنتخب يضم في تشكيلته محرز وبالرحمه ولاعبين اخرين ينشطون في افضل بطولات اوروبيه، فضعا انسجام الكبير الذي صار يميز المنتخب الجزائري في السنوات الاخيره، لكن سنعمل من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه تمكننا من البقاء في سباق التاهل لكان 2024. قبل ان يضيف المدرب، الجزائر ضمنت التاهل رسميا للعرس الكروي. والله لا صار وين نقولوا، لكن وين قالوا سنعمل من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه يعني من البقاء في السباق. قبل ان يضيف، الجزائر ضمنت التاهل رسميا للعرس الكروي القاري المقبل في الكوت ديفوار بعدما جمع 12 نقطة لحد الجولة الرابعة، ويبقى بالنسبة لنا التنافس لتحقيق أفضل مركز ثاني بغية مرافقة المنتخب الجزائري. ليختتم بقوله محكوم علينا الفوز على الجزائر والنيجر لبلوغ كان كوت ديفوار. يا خويا يا خويا اش غادي نقولك، اش غادي نقولكم، أو المدرب هذا كي تشوفه، المدرب هذا كي تشوفه خايف من بالرحمة، والمشرف تاعنا يقولك بالرحمة مازال ما ارتقاش المستوى العالي، غادي تهدر، واش غادي تهدر؟ يعني ما تهدر اسكت وصاي خليك، خليك. والله ما على بالها كاع، نقولهالك على بالك بلي هذه طنزا، هذه اوغندا الا ما ربحتهاش سي محمد، على بالك بلي مكاش على بالك الا ما ربحتهاش، نعرف بلي مدرب ربحك ماشي اللي كيب ربحاتك، مكاش ما المهم على بالك ما عندنا اوغندا، مكاش كان اللي يقول لك بلي مكاش اوغندا، على بالك مي تبقى تشوف البارتيه مكاش لي على بالك، خاطش على مكاش كيما نقولوا احنا مكاش اعذار، مش قضيه رانا مكاش على بالك اوغندا الى غبناتك، انت ما طولش دير كيما النيجر، ما طولش دير قدامهم ربعه تاع لي باس ربعتهم بك شايف انزير، ومن بعد قلت لهم ما شفتو والو لاربيت، ودي وين لاربيت، عيب عليك تهدر امام النيجر ولا امام اوغندا تهدر على لاربيت، عيب والله لا عيب، انا نقول لك عيب مع اوغندا ولا مع تنزانيا تقول لاربي تحقرنا، عيب كلي شغل فيل وفار هكا صغير راه خايب منه، فيل خايب من الفار، انا نقولها لك. لا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.